مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل إشي يعني بالنسبة مش إلي بس، لكل الدنيا، لكل أهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا، حياتنا، كل إشي إلنا يعني، عشان يضل شامخ وواقف، وما زال واقف وشامخ. كل ما تروح بجهة من المخيم لازم تلاقي مرة أو شخص بعيط لا ابنه لا عداره لا مثلا فقيد مش لاقيه. كل شخص في المخيم، ما فيش حدا في المخيم يعني ما بكاش على اللي راح عليه. بس هذا كله ما بهمنا، هدوه صحيح هدوه، راح نرد نبني من جديد ومش راح نهتم بهم، وراح يبني على أساس المقاومة، وراح شارون طول حياته يحسب حساب لمخيم جنين. إشي بس مش إشي عن الأمل والهاد، بحكي للشعب الإسرائيلي سنعيش صقورا شامخين ونموت أسودا واقفين، وهاي كل واحد إسرائيلي يحفظها ويعرف شو معناها. شارون أجا عن مخيم، من كثر ما انكهرت صرت أعيط، لأني يعني كان نفسي شو أجرم فيه زي ما حكوها، أجرم فيه بالمعنى الصحيح، أفيش غلي فيه بعد اللي شفته. تقدري له أنت لشارون؟ آه بقدر له، ليش لا؟ ما هو أكبر منك، بدك تقدري له؟ أنا أكبر منه بإرادتي، بقدر عليه بإرادتي، بقدر عليه أني بدي أدافع عن وطني، بقدر عليه أنه قتل يعني ناس بعرفهم وبعرفهم معرفة، يعني معرفة معرفة، بقدر عليه لأنه شتتنا، خلى كل واحد بجهة، بقدر عليه لأنه ما خلاش بيت بالمخيم إلا وهدم أو يتضرر منه يعني. لو معكم مليون دينار شو بتسوي؟ أنا بتبرع فيهم حتى يسعف الجرحى ويشتري دم ويبني المخيم. وأنا نفسها منتوهم يعني منتو للوكي عليه عشان يتبرعوا للناس، وسأجروا لهم شقق عبا ما يبنوا لهم بيوتهم، يرجع المخيم من أول جديد عشان ما ينتهيش المخيم، يرجع أحلى من مكان، عشان يشتروا دم. ولو كان معي أنا دم كنت كبير يعني دم قوي بتبرع لهم. يعني أنا لما أقاتل عدو وإشي بكون قلبي قاسي؟ لا، أنا بدي أدافع عن وطني، بدي أدافع عن مخيمي. بعدين يعني إحنا مش راح نعمل سلام معهم، حتى لو رئيسنا اللي هو رئيسنا إذا عمل سلام معهم ممكن هو يتصالح معهم، بس أنا مش راح أعمل سلام. صحيح أنا طيبة ويعني بحب الناس، بس هدول الناس ما بنحبه، هم أجوا على أرضنا، إحنا بندافع عن أرضنا. انت لما يسلم نفرض سلبوا ابنك، مش لك تدافع عن ابنك وتسوي عنه؟ واحنا كمان هاي ارضنا زي كانها ابنا كل اشي عنا. بعدين يعني زي ما حكوها النسوان ما خلصوش، راح نضلنا ننجب اطفال وننجب يعني رجال اقوى من اللي راحوا واشجع من اللي راح، من ناس زيهم هذول الجبنة، ما خافش منهم زي الفيران يعني معاهم سلاح ومعاهم دبابات يبكوا يتزروكوا بين الدبابات خايفين منا احنا يعني مدنيين، بس هم ارادتهم ضعيفة، خوفهم لدرجة الجنون يعني مش طبيعي عندهم الخوف. احنا ما منخاف منهم، مشو ما عملوا فينا ما منخاف منهم، اسلحتهم نزلت علينا زي المي، لانها نزلت من ايدين فاشلة، نزلت من ايدين خايفة، من ايدين مرخية. بس شوفوا على المخيم.
خليهم يعيشوا ثاني اللي عشناها احنا يوم القصف. ليسلموا اسرائيل على القدس على كل اشي لو عاشوا معنا، لو طفل يهودي بس هيك يعني قعد وشاف شو صار معنا، او رجل يهودي قعد معنا شاف شو عملوا فينا، ليسلم القدس على اللي فيها. شفت جثث، شفت بيوت مهدمة، شفت يعني اشياء لا توصف باللسان. لما يعني بعد اللي شفته اي حياة بدي اعيشها هاي، بعد ما تحطمت كل طموحاتي اي حياة بدي اعيشها، ما فيش حياة. المخيم عبارة عن شجرة، شجرة طويلة طويلة شامخة، كلها عبارة عن اوراق، كل واحد مكتوب فيه اسم شهيد، اسم مقاوم. بدي احكي لهم اليهود صحيح فاتوا طلعوا جذوع منها، لكن خلقت جذوع غيرها، ما قدروش يوصلوا لقمة الشجرة. مخيم والله ببيع حياتي عشانه. مخيم كل اشي يعني بالنسبة مش الي بس، لكل الدنيا، لكل اهل المخيم. روحنا المخيم، روحنا. يا ريت يعني مناي اني ارجع البيت.